قناة جنة تي في تقدم لكم علاج القلق والوسواس في ضوء الكتاب والسنة. أسباب القلق والوسواس. فمن أعظم أسباب القلق وأسباب الاكتئاب وأسباب هذه الأزمات النفسية التي يعاني منها كثير من الناس هو البعد عن الله جل وعلا. هذا أعظم الأسباب وأعظم المنكدات والمشوشات، هي قضية البعد عن الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض له شيطانا فهو قرين. ولذلك حينما تصنع دراسة على أغلب هؤلاء الذين يعانون هذا الاكتئاب وهذا القلق، تجدهم في واقع الأمر بعيدين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بعيدين عن الصلاة، بعيدين عن الدعاء، عن ذكر الله، بعيدين عن المساجد محل الطمأنينة والراحة، بعيدين عن الفضائل وعن الخيرات التي هي في واقع الأمر من أسباب شرح الصدور بإذن الله رب العالمين. من الأسباب التي تجلب القلق والاكتئاب لدى شريحة كبيرة من الناس ما يعتقدونه من الخوف من المستقبل، ولذلك تجدهم دائما في هم دائم وفي قلق مستمر، فما يدرون ماذا يتوقعون في الأيام القادمة، ولذلك يعيشون هذا الهم الغريب وهذا القلق الدائم لكونهم دائما يفكرون في المستقبل وماذا ينتظرهم وماذا يخبئ لهم القدر. ولذلك تجد هذه الهواجيس وهذه الوساوس وهذه المقلقات تسكنهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن المؤمن كما سيأتي بإذن الله تعالى الحديث عن الخطوات، خطوات العلاج، يتعامل مع هذه القضية تعامل المؤمن الواثق بربه، المؤمن بلقائه سبحانه وتعالى. من الأمور التي تجلب الهم والقلق والحزن وهذا الاكتئاب ما يتعلق بقضية الخوف من الأمراض التي يعاني منها كثير من الناس. فيسمع بعض الناس انتشار السرطانات، انتشار الجلطات، السكتات القلبية، انتشار بعض الأمراض مثل هذه الفيروسات التي تنتشر القاتلة، فتجده نسأل الله العافية والسلامة في هم دائم، فيفكر في هذا الأمر وينتظر متى يختطفه الموت، ولذلك تجده في حراك مستمر وفي قلق دائم وفي اضطراب لا ينقطع بسبب هذا الخوف من هذه الأمراض أو من هذه الأمور التي قد تعرض لبعض الناس. آثار القلق والوسواس. كثير من هؤلاء المكتئبين لا شك بأن هذا القلق وهذا الاكتئاب يؤثر على مسيرة حياتهم ويؤثر على إنتاجهم ويؤثر على علاقاتهم الاجتماعية أو علاقاتهم الأسرية. من ذلك مثلا أن هذا القلق دائما يحب العزلة ويكون في زاوية من زوايا البيت، ولذلك تجد هناك خوفا شديدا حينما يخالط الناس، هذا سببه هذا القلق وهذا الاكتئاب. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الإنتاجية، فتجد كثيرا من هؤلاء القلقين لا ينتج في واقع الأمر، وإنما هو أسير هذا الهم وأسير هذا الحزن، وتجد حتى لو كان يعمل عملا مثلا عند شركة أو مؤسسة أو عند الحكومة مثلا، تجد أيضا لا يمكن أن ينتج هذا الإنتاج الذي ينتجه من لا يعاني من هذه الأشياء. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية علاقته بربه سبحانه وتعالى، فهؤلاء القلقين غالبا ما يكونون بعيدين عن طاعة الله جل وعلا وعن أداء حقوقه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر من يعني مخلفات هذا القلق وهذا الاكتئاب المدمرة ما يتعلق بقضية رواج سوق الدجالين والمشعوذين والعرافين والسحرة، فهؤلاء دائما يلجؤون إلى من ينقذهم من هذا الاكتئاب ومن هذا القلق، ولربما لجؤوا إلى هؤلاء السحرة وإلى هؤلاء الدجالين. ولذلك في وقتنا الحالي مع انتشار العلم وانتشار المعرفة ووجود وسائل كثيرة لبيان صورة الإسلام الجميلة، إلا أننا نرى في واقع الأمر رواجا كبيرا لسوق هؤلاء الدجالين ولهؤلاء السحرة والمشعوذين، وسبب ذلك في واقع الأمر هو وجود زبائن لهم إن صح التعبير
ممن يعاني من هذه القلاقل ومن هذه المشاكل ومن هذا الاكتئاب. علاج القلق والوسواس. بالنسبة للعلاج أيها الإخوة الفضلاء لقضية القلق ولقضية الاكتئاب هي سهلة ميسرة لمن يسرها الله جل وعلا له، ولذلك كما ذكرت في بداية الأمر الأصل أن الدنيا هذه دار ابتلاء، فهي دار أعراض، دار أعراض، ولا يمكن أبدا أن يسلم من منغصاتها أحد على الإطلاق أبدا، لكن نحن نتحدث عن ظاهرة معينة وهي ظاهرة القلق وظاهرة الاكتئاب وظاهرة هذه الأزمات التي يعاني منها كثير من الناس. ولذلك أعظم علاج لقضايا القلق ولقضايا الاكتئاب كامن في العقيدة الإسلامية الصحيحة والإيمان بالله جل وعلا. ولذلك إذا حقق الإنسان هذا الأمر فلا يحتاج في تقديري إلى كثير من هذه الأدوية ولا من هذه المسكنات التي يعاني منها كثير من الناس. ولأجل هذا ينبغي أن يكون هم الإنسان الدائم هو قضية تصحيح الإيمان ومعرفة العقيدة السليمة التي هي سبب من أسباب انشراح الصدور بإذن الله جل وعلا العزيز الغفور. ومن أمور العقيدة ما يتعلق بقضية الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. يقول جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا بد أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، فما تتعرض له إنما هو بقدر الله جل وعلا. وهذا الإيمان بالقدر لا شك أنه يحاصر هذه الأزمات ويحاصر هذا القلق، بل يمحوه بإذن الله جل وعلا. ولذلك في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس حينما أردفه وأوصاه بتلك الوصية العظيمة، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أجمل الحياة حينما تقوم على الإيمان بالقدر، ما أجمل الحياة حينما تقوم على الرضا بالقضاء. حياة غاية في الجمال وغاية في السعادة.